بأجواء حماسية ابتدعها الأطفال الذين حجوا من عدد من المدن المغربية، انطلقت بالرباط فعالية الدورة الأولى للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم للمسرح المدرسي المنظم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبتعاون مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور ثلة من مسؤولي جهة الرباط سلا القنيطرة والمعنيين بمجالات الثقافة والفن والإعلام. استطعنا من خلال 7 سنوات نخلق واحد الدينامية كبيرة داخل مجال المسرح المدرسي، دينامية كنا نفتقدها لسنوات متعددة، ولجمعية أصدقاء محمد الجم الفخر فأنها كانت الدينامو الذي حرك هذه المؤسسة. يكفي أن نسرد مجموعة من الأرقام يعني التي تنطق بنفسها لتعبر عن مدى أهمية هذه الجائزة. هذا العام كانت مهرجان جهوية في هذه الجهات كلها، وكانت إقصائيات، وكانت وكل جهة أعطتنا فرقة مسرحية تابعة المؤسسة التعليمية اللي غادي تبارى اليوم على الجوائز. خلال حفل الافتتاح تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجمعية أصدقاء محمد الجم. يدخل تنظيم هذا المهرجان في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، خصوصا رافعة تقوية الاندماج سوسيو ثقافي، انطلاقا من كون أن المدرسة هي في نفس الوقت هي حاملة للثقافة ولكن كذلك ناقلة للثقافة. توقيع اتفاقية وطنية من أجل الارتقاء بهذه الاتفاقيات الخاصة اللي كانت ما بين الجمعية والأكاديميات إلى المستوى الوطني، واللي يسمح من أجل تنظيم واحد المجموعة ديال الأنشطة بما فيها الملتقى اليوم ديال المهرجان الوطني للمسرح المدرسي. حفل الافتتاح تميز بتكريم كل من الفنانة حياة غفري سمسمة التي تألقت في عدة مسارح أوروبية وعربية وأسست جمعية عنب بمسرح الطفل، والفنان المسرحي محمد الكتاني، ثم الفنان عبد الرحيم أمين والأستاذ العربي بن جلون والفنان عبد الخالق بروكي. نشوف كل صباح دوز نهاري مرتاح.